أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 12 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو بعنوان رحلة الخيول في هولندا. كاسباروف سنة 1985 وقبيل لقائه الشهير مع كاربوف على بطولة العالم، بيلاقي لاعب هولندا الأشهر الجراند ماستر جون تيمان في مباراة من 12 دور، ده أحد أدوارها. أثناء انتظار العالم اللقاء المرتقب بين كاسباروف وكاربوف على بطولة العالم، استغلت هذه الأجواء شركة هولندية ونظمت مباراة بين كاسباروف وبطل هولندا الأشهر جون تيمان. المشكلة الوحيدة اللي واجهت كاسباروف هي هل سيلعب بالافتتاحيات اللي بيحضرها لبطولة العالم ويكشفها أمام كاربوف اللي بيراقبه من بعيد؟ بالطبع لا، ولذلك اختار كاسباروف لأول مرة أن يلعب بالأسود تفريعات تقليدية في الراي لوبز لمجرد الانتهاء من الافتتاح والدخول إلى مرحلة وسط الدور، واحتفظ بسر افتتاحياته لبطولة العالم في أمان. في الدور اللي هنشوفه أظهر كاسباروف أستاذية كبيرة في فهم استراتيجية الافتتاح بعمق، والدور ده يعتبر درس تعليمي عالي المستوى. الموقف يبدو متعادل ولا يوجد أهداف تحت رؤيتك، وفي مثل هذه الحالات بيظهر الأستاذ الذي يستطيع أن يقرر أي المربعات هي المهمة، وكيف يستطيع تحريك قطعه إلى مواقع لكي تسيطر على هذه المربعات، وعندئذ تظهر أهداف لم يكن يراها اللاعب العادي. يلا نشوف عبقرية كاسباروف. تيمان بالأبيض ولعب E4، وكاسباروف رد E5، نايت F3، نايت C6، بيشوب B5. ده افتتاح الراي لوبز الشهير اللي أنشأه القس الأسباني الشهير راي لوبز، واللي فيه بيحضر الفيل الأبيض إلى المربع B5 في النقلة الثالثة. الافتتاح ده عايش منذ قرون وما زال يلعب على أعلى مستوى حتى الآن. وكاسباروف كمل A6 طالب الفيل، بيشوب A4، نايت F6 طالب بيدق الـ E4، والأبيض بيكمل كسل. ودلوقتي الأسود لو أخد البيدق هنوصل للراي لوبز التفريع المفتوح، ولكن كاسباروف لعب بيشوب E7 ووصلنا للتفريع المغلق في الراي لوبز، والأبيض كمل روك E1، B5، بيشوب B3، D6، C3، كسل H3. برغم النقلات الكتيرة اللي تم لعبها، كل القوات ما زالت على الرقعة، والموقف ده هو مدخل للخطوط الرئيسية للتفريع المغلق للراي لوبز. وكاسباروف كمل بيشوب B7. دي واحدة فقط من الخطط الكثيرة للأسود اللي ممكن يستخدمها، ولكن الأسود يجب أن يكون حذرا في أن لا يصل إلى مواقف سلبية، وإلا الأبيض هيكون له اليد العليا وهيجعل الأسود يعاني كثير. ولكن على أي حال الموقف ده بيدي إمكانية للأبيض والأسود للقيام بعمليات ناجحة سواء في الوسط أو في أي من الجناحين، ولهذا السبب فإن العديد من اللاعبين بينجذبوا إلى لعب الراي لوبز سواء بالأبيض أو بالأسود. وكمل الدور D4، روك E8، نايت BD2،
بيشوب اف 8، وهنا تيما لعب اي 3. تيما ممكن بدل ما يلعب الاي 3 ممكن يلعب نقله زي الاي 4، وكذلك ممكن الفيل يتراجع للمربع سي 2. بعض الاحيان الابيض بيكمل بالنقله اي 5. على اي حال فايده النقله اي 3 بتسمح للابيض لو الاسود لعب النايت اي 5 بيطلب الفيل ان الفيل يتراجع للمربع اي 2 ويبقى على الوتر الهام اي 2 جي 8. وكمل الدور اتش 6 بيشوب سي 2، ده المربع الطبيعي للفيل الاسباني. وفي النهاية هيتم إزالة البيدة اللي على الإي 4 وهيبقى الطريق ممهد للهجوم على الملك الأسود. وكمل الدور نايت بي 8 وتيما نكمل بي 4. الأبيض بالنقلة دي بيخلق بيدة متأخر على المربع سي 3، وده بالطبع بيعتبر إضعاف، لكن إذا استطاع الأبيض في وقت من الأوقات إن يلعب النقلة سي 4 بأمان هيبقى تخلص من هذا الإضعاف. وكاسباروف رد نايت بي دي 7 بيشوب بي 2 جي 6. الدور وصل لموقف تقليدي في الخطوط الحديثة المشهورة. الأبيض بيحتفظ بزوج الأفيال، ودلوقتي بيهدد بنقلات زي الكوين بي 1 وبيحاول يهاجم على المربع جي 6. والأبيض لو استمر باللعب الصحيح هتكون له أفضلية بسيطة، ولكن تيما لعب سي 4. النقلة دي بتدخل اللعب في تفريعات شرسة، وتيما لعب هذه النقلة ضد كل من كاربوف وكاسباروف، لكن النقلة دي في الحقيقة لا تقدم أي مستقبل حقيقي للتفوق. على أي حال الدور كامل اي دي 4 سي بي 5 اي بي 5 نايت تيكس دي 4 طالب البي 5، والأسود كمل سي 6 وبيحمي بيدا البي 5، والأبيض مازال بيلعب بشراسة وكمل A4. وكاسباروف رد B takes A4 بيشوب takes A4 طالب بيدا C6. وكاسباروف رد في هدوء كوين B6 بيحمي البيدا، وفي نفس الوقت بيطلب بيدا B4. وخطة الأسود أصبحت واضحة، وهي لعب النقلة التحررية D5، وفي هذه الحالة هتبقى قطع الأسود موجودة على مواقع أفضل من مثيلتها للأبيض. على أي حال تيما لعب بي 5، ودي كانت أول نقلة سيئة للأبيض. والنقلة الصحيحة هي لعب نايت سي 2 لحماية البيضة. على أي حال الأبيض ملعبش النايت سي 2 إنما لعب البي 5، وكاسباروف كمل سي بي 5 بيشوب دي 5، وهنا كاسباروف نجح في لعب النقلة دي 5. والنقلة دي بتزيل الإضعاف الوحيد اللي كان في موقف الأسود، وهو بيدا الدي 6، وفي نفس الوقت بتضع ضغط كبير على وسط الأبيض اللي أصبح بيعاني من الربط بين الفيلين على العمود بي. وبنظرة سريعة على قطع الأبيض بنجد إن قطعه متناسلة في الرقعة، ولكن لا يوجد أي رابط بينها ولا تقدم اي شيء مفيد. على اي حال الابيض كمل روك تيكس اي 8 بيشوب تيكس اي 8، وتيما لعب كوين اي 4 وبيضغط على الحصان. وهنا كاسباروف استمر في نقلاته القوية ولعب نايت سي 5. كاسباروف بيهدد الوزير وبيضغط كمان في الوسط، وبكده نقدر نقول ان الاسود اخد المبادرة. وتيما كمل كوين سي 2، وكاسباروف رد بروك بي 8. النقلة دي بتسمح للرخ بالهروب بدون فقدان أي وقت، لأن عاجلا أو آجلا الأبيض هيبدأ يعاني من هذا الربط المؤلم، وهنشوف إن هذا الربط هيكون له الأثر الكبير على نتيجة الدور. ودلوقتي الأسود بيهدد بالفوز بالبيدة اللي على الإي 4، ولذلك الأبيض مضطر للعب إي تيكس دي 5، والأسود كمل نايت تيكس دي 5. وحصاني الأسود تمركزوا في الوسط وأصبح لهم تأثير كبير، ولكن على أي حال على الرقعة موجود موقف غريب، وهو إن جميع بيادق جناح الوزير والوسط اختفوا من على الرقعة، رغم إن معظم القطع ما زالت متواجدة. وممكن نقيم الموقف ونقول إن الموقف متساوي، وإن كان الأسود ما زالت له مبادرة بسيطة. والحقيقة في مواقف زي دي لما تكون المادة متساوية والبيادق قليلة وكلها في نفس الجناح
من الصعب اننا نتنبأ بان احد الاطراف هو اللي هيفوز، ولكن كاسباروف اثبت هنا استاذية كبيرة واستغل بعض النقلات الضعيفة اللي هيرتكبها تيما، وهنشوف ازاي هيفوز بالدور. العامل الرئيسي اللي في صالح كاسباروف هو الربط اللي واقع على العمود بي، واذا استطاع تيما ان يتخلص من هذا الربط في امان فلا شك ان الدور غالبا هينتهي بالتعادل. ولكن تيما لعب نايت سي 4 بيهدد الوزير. تيما فشل في تقدير الخطر وحاول انه يستعيد المبادرة. الحقيقة النقلة الافضل لتيما بدال النايت سي 4 هو ان يستغل الفرصة ويتراجع بالفيلين بنقلات زي بيشوب اي 1 وبعد نايت اف 4 طالب بيدا الجي 2 يلعب بيشوب اف 1 وبيحمي بيدا الجي 2 والابيض عنده تشكيل دفاعي صلب، لكن الابيض ملعبش البيشوب اي 1 انما لعب النايت سي 4 بيهدد الوزير، وكاسباروف لعب كوين سي 7 واستمر تيما في نقلاته المتهورة ولعب نايت اي 5 وبكده استنفذ كثير من فرصه للتعادل. وكان المفروض بدل ما يلعب النايت اي 5 كانت الفرصة الاخيرة للتساوي ان يلعب روك اي 8، وبالنقلة دي ممكن يتخلص من رخ الاسود القوي ويلعب على التعادل، لكن تيما ملعبش الروك اي 8 انما لعب النايت اي 5. ودلوقتي كاسباروف في استطاعته ان يطور خطته لاستثمار تفوقه وسيطرته على العمود بي، وكذلك سيطرته اللاحقة على الوتر الطويل اتش 8 اي 1 اللي بدأت بالنقلة بيشوب جي 7 طالب الحصان وبعد نايت سي 6 بيشوب تيك سي 6 بيشوب تيك سي 6 الاسود لعب نايت اف 4. الاسود دلوقتي تهديداته كثيرة بيهدد ان ياخد الحصان دي 5 اللي حامي فيل السي 6 والحصان ما يقدرش يتحرك، والا الاسود هياخد فيل البي 2 والابيض اصبح في مأزق شديد. على اي حال تيما لعب بيشوب بي 5 بيحاول ان يغلق عمود بي وبينشئ ربط على الحصان سي 5 امام الوزير، واذا قدر ان يلعب روك سي 1 ويزيد الضغط على حصان سي 5 هيحرر دوره وهيصبح التعادل اقرب من ذي قبل. لكن كاسباروف كان محضر هنا التضحية الرائعة روك تيكس بي 5، تضحية فرق ممتازة ومحسوبة بدقة، والأبيض لعب نايت تيكس بي 5 وهنا ظهر هدف التضحية الرئيسي، وكاسباروف لعب كوين سي 6 عاوز الحصان وعاوز التشيك ميت على المربع جي 2، والأبيض مضطر ان يدافع عن التشيك ميت ولعب اف 3 وهنا كاسباروف لعب كوين تيكس بي 5. كاسباروف حاليا اصبح له تفوق مادي كبير فهو فائز بحصانين امام الرخ، ولكن اذا الابيض استطاع ان يكسر الوزيرين فان هيكل البيادق المتماثل هيجعل نهاية الدور اقرب ايضا للتعادل، ولذلك كاسباروف عليه من هذه اللحظة اللعب الدقيق لكي يصل للفوز. وكاسباروف وضع لنفسه خطة للفوز بتتلخص في السيطرة على المربع جي 3، وإذا استطاع أنه يسيطر على هذا المربع هيفوز بالدور. تعال نشوف إزاي كاسباروف نفذ خطته الرائعة. على أي حال تيما نكمل بيشوب تيك الجي 7 كينج تيكس الجي 7. تيما بالطبع من مصلحته أي تكسير للقطع، ودلوقتي تيما هيبدأ خطة يحاول فيها يكسر الوزيرين ويقترب أكثر من التعادل، ولعب كوين سي 3 تشيك كينج جي 8 كوين اي 5. تيما بيربط الحصان وفي نفس الوقت طالب حصان الاف 5 وكذلك بيهدد كوين اي 8 تشيك ويكسر الوزيرين، وكاسباروف عليه انه يجيب على كل هذه الاسئله ولذلك لعب نايت اف اي 6 بيغلق العمود اي وفي نفس الوقت بيحمي الحصان. وتيما كمل روك اي 1 طالب الكش القويه روك اي 8، وكاسباروف كمل كوين بي 7 ومنع الكش. كاسباروف حاليا نظم دفاعاته قبل ما يشن هجومه، والخطوة القادمة هي تقديم بيدا الاتش حتى يصل الى المربع اتش 4 ويسيطر على المربع المفتاح جي 3 ويمهد لاحتلاله بالحصان. وكمل الدور كوين دي 6 اتش 5 كينج اتش 1 كينج اتش 7. كاسباروف لن يسمح باي كش من الصف الخلفي، وبعد كينج اتش 7 أصبح الحصانين أحرار في التقدم تجاه الملك الأبيض،
وتيما نكمل روك سي 1 بيهدد بالاخذ على المربع سي 5 وبيحصل على حصانين امام الرخ، ولكن كاسباروف كمل كوين اي 7 بيحمي الحصان. ودلوقتي كاسباروف هيبدا في خطته بالمناوره بالحصانين للوصول الى مواقع اكثر نشاطا وانتهاء بالمربع المفتاح جي 3، وكل ده مع عدم المغامره بتبادل الوزيرين. يلا نراقب كاسباروف ونشوف ازاي هينفذ خطته. على اي حال تيما نكمل روك بي 1 نايت جي 7 روك بي 8 بيهدد بكوين اف 8 وكوين اتش 8 تشيك ميت، وكاسباروف كمل بنايت سي اي 6 بيمنع الوزير من الوصول الى الصف الاخير، وكمل الدور كوين اي 5 نايت دي 3 روك بي 1 اتش 4. دلوقتي كاسباروف انتهى من تنفيذ الجزء الاول من خطته وامن مربع جي 3، ودلوقتي عليه انه يسيطر على هذا المربع بالاحصنه. على اي حال تيما نكمل كوين بي 8 طالب تكسير الوزيرين كوين اي 7 كوين بي 4 بنفس الغرض كوين اف 6 كوين اف 8، ودلوقتي تيما بيهدد بروك بي 8 وتشيك ميت على المربع اتش 8، لكن كاسباروف تجاهل هذا التهديد ولعب نايت اي 2 والحصان في طريقه الى المربع جي 3. وإذا الرخ ترك حماية الصف الأول الأسود هيلعب كوين اي 1 تشيك وبعدين كش مات، ولذلك الرخ لازم يدافع ولعب روك دي 1، وهنا انتهز كاسباروف الفرصة وتقدم بالحصان الآخر نايت اف 5، وهيوصل أيضا للمربع جي 3 كوين بي 8 نايت اي 3 طالب الرخ كوين دي 8 طالب التكسير كوين اف 4 روك اي 1، وهنا لعب كاسباروف النقلة الأخيرة نايت اف 1 بالتهديد كوين اتش 2 تشيك ميت والأسود سلم. وإذا أخد حصان اف 1 روك تيكس اف 1 الأسود هيدي تشيك ميت بعد نايت جي 3 تشيك، والملك لو راح للمربع اتش 2 هياخد الرخ بكش مزدوجة، ولذلك الملك لازم يروح للمربع جي 1، وهنا الأسود هيلعب كوين اي 3 تشيك وبعد روك اف 2 كوين اي 1 تشيك روك اف 1 كوين تيكس اف 1 تشيك كينج اتش 2 كوين اتش 1 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده تيما سلم. الحقيقه دور بيدل على تمكن كاسباروف واستغلاله انصاف الفرص للفوز، وكذلك تمكنه من الاستراتيجيه واصول الدفاع رغم انه مشهور بالتكتيك والهجوم. ودلوقتي اصبحنا مستعدين بدءا من الفيديو القادم لمشاهدة المباريات المثيرة بين كاربوف وكاسباروف على بطولة العالم. الى اللقاء، وارجو اذا اعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.